تباعا من شاطئ البحر خوفا من حدوث كارثة لا قدر الله بعد ارتفاع امواج البحر وتغير الوضعية الجوية وهبوب الرياح القوية في احدى المناطق الجزائرية. وتعرف جل الولايات الجزائرية في الساعة الأخيرة تغير كبير في الوضعية الجوية، حين أصبحت الكثير من الشواطئ خطرا على الناس، خاصة بعد غرق عشرات بل ومئات المصطافين وكذا مرتادي الشواطئ والعثور على أغلبهم جثث هامدة. وحذرت المصالح المعنية كل الجزائريين في الساعة الأخيرة من دخول البحر والسباحة في الشواطئ الممنوعة أو الغير محروسة حتى هدوء البحر واستقرار الوضعية الجوية.